اهلا وسهلا يا حاج. اهلا وسهلا مع الباش. ربنا يكرمك يا رب. حضرتك قول لي يا حاج منصور، ايه هي الاجراءات التي بتاخدها انت لو عندك ارض او شاري ارض صحراويه او واتيفر وعايز يبقى معاك القعد الاخضر وتسجلها؟ دكتور سامي، معاك الحاج حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين. طبعا يا فندم، اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا فندم؟ دلوقتي الاجراءات اللي كانت بتتاخد في الاول، ان انا لو خدت عقد ابتدائي بروح للشهر العقاري ما كانش بيرضى يسجل، كنا بنروح لمحامي يعمل صحه توقيع. صحه التوقيع ده تقعد لها 3 4 اشهر عشان ياخد صحه توقيع عشان نعرف ننتخب الاجراءات بعد كده. ايوه، الاجراء اللي كان بيتاخد في الغالب. دلوقتي احنا القرارات الجديده دلوقتي دوت اللي هو يسجل العقد الابتدائي، يعني انا في رايي الشخصي ان ده هيسهل كتير في عمليات البيع والشراء اللي كانت بتحصل، كانت بتاخد وقت طويل مع صحه التوقيع. يعني انت دلوقتي المساله بقت متيسره يا حاج حسين؟ هو دلوقتي لغايه النهارده يعني انا ما شفتش حد عمل على صالون جديد، لكن على زي ما قريت كده وهيبقى في الشهر العقاري هيبقى ايسر، لان احنا دلوقتي بس ممكن يحصل فيها شويه مشاكل، لان انا دلوقتي العقد الابتدائي دلوقتي لو رحت الشهر العقاري وسجلته بالامضه، الامضه دي لازم المفروض الشخصين يبقى موجودين على اساس ان انا لو سجلت عقد صعب. يا حاج حسين، انا بتكلم، انا واحد رحت اشتريت ارض صحراويه او ارض من عندك وعايز اخد العقد الاخضر، انا عايز البروسيس او الاجراءات او العمليات الخطوات اللي بتتم لحد ما اسجل ويبقى معايا العقد الاخضر. هو لو ارض سعادتك ليها اساس في الدوله تبقى الموضوع سهل، يعني لو هي دلوقتي في ارض محيزه تبع جهه معينه بيروح للجهه ويتنازلوا لبعض وبياخد العقد الاخضر من الجهه نفسها، لكن اللي انا بتكلم عليه اللي هو الارض اساسا اللي هي الارض وضع اليد او اللي هي البيع والشراء اللي بيحصل في الاراضي العاديه كده، يعني بورق عادي من غير الموضوع لما تبقى مع الدوله، لما عشان اوصل العقد الاخضر لو الارض دي محيزه فعليا وطبقا لمثلا وزاره الزراعه، انا دلوقتي بروح الجمعيه الزراعيه باخد العقد الابتدائي وبروح انا والطرف الثاني وبنتنازل في الجمعيه الزراعيه بينقل الحيازه، بعد ما ينقل الحيازه خلاص بقت الارض بتاعته بياخد العقد، يعني كده يعتبر العقد خلاص منتهي لان الحيازه لا. هل العقد اللي بياخده من الجمعيه بمثابه عقد اخضر ولا لسه في خطوه ثانيه ليحصل على العقد الاخضر؟ هو طبعا بيقولوا ان الحيازه لا تعد سند ملكيه، لكن احنا في العرف بتاعنا دلوقتي احنا بنستخدمها بيننا وبين بعض. انا ماليش دعوه بالعرف يا فندم، انا ليا دعوه بالقانون. لا، القانون الحيازه لا تعد سند ملكيه، لازم ياخد عقد مسجل في الشهر العقاري. اشكرك شكرا جزيلا يا حاج حسين. ليه احنا اثرنا الموضوع ده؟ خلينا نتكلم كلام، نقعد نجيب كلام نظري. انا عايز بقى ناس يقولوا لي التجربه بتاعتها، وانا في ظني وربما يكون هذا الظن خطا، احنا محتاجين ثوره اداريه غير عاديه لتيسير الامور على الناس. الدوله بتفرض رسوم، المواطن بيقول لها تعظيم سلام يا دوله اتفضلي، انما من حق المواطن انه ما يفضلش قاعد يجري يوم والتاني والتالت ويروح الموظف في الشهر العقاري وينشر وفي جريده رسميه ويعملها يا جماعه الكلام ده يا جماعه لا، احنا في 2021، احنا في ناس بتتكلم عن المريخ دلوقتي يا جماعه، ناس بتتكلم عن المريخ واصوات على المريخ، ما ينفعش والله الكلام ده. كل التقدير لوزاره العدل اللي يسرت شويه، بس محتاجين تيسير اكتر واكتر واكتر، ليس في الشهر العقاري ولكن عايزين ننسف الروتين القديم ده كله لتيسير الحياه على الناس، لتيسير الحياه على الناس. الناس حالتها اساسا في عسر واحنا عايزين نيسر. وسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، فتعالوا نيسر على الناس عشان ربنا سبحانه وتعالى ييسر علينا كلنا. من أمريكا على التليفون من نيويورك معايا الدكتور